كنت حضرتك بتتفائلي ان في افلام كتير ليكي يبقى معاكي مصمم الاستعراض كيغام. مصمم الاستعراض كيغام كنت كيغام بتحبي يبقى أيوة معاكي كتير. أيوة. وكان يبقوا معانا بيت رضا كمان، وعلي رضا ومحمود رضا كمان يصمموا استعراض هايلين كانوا. دي كانت صداقات بينك وبينه؟ كان في زمان صداقات عارفه، كانوا الناس يحبوا الاستعراض، جدا. يحبوا قوي. دلوقتي الاستعراض في كل حته، كانوا يشترطوا المنتجين والمتعهدين يكون في رقص في الفيلم واستعراض، رقص شرقي واستعراض، يشتروا ما يكونش فيه كده ما ياخدوهوش. دلوقتي بس دلوقتي مفيش افلام زي لا دي. خلاص، لا الفضائيات بقى كلها لا ده فيديو استعراض. كليبس بقى، دي حاجات تانية. كمان لكن فيديو الافلام كليب اللي فيها اوبريتات زي اللي شفناها مع حضرتك دي حاجات ما شفناهاش شفتي ما غير فيش. مع حضرتك مع ليلى مراد، مع مجموعة معينة من النجوم. وبعلبك، مهرجان بعلبك عندنا في لبنان دلوقتي ما تلاقيش الا اجانب، ما بيجيبوش حد عربي. سنة دي سمعت هيجيبوا وردة، قلت لهم الحمد لله هيجيبوا حد بيغني عربي على الاقل. محمد فوزي، وعملتي حبيبي معاه حضرتك عدد كبير من الافلام، تقولي عن محمد فوزي ايه والثنائيات؟ يعني صباح مع فريد، صباح مع عبد الحليم، صباح مع محمد فوزي. محمد فوزي كنت انا وهو كوبل جميل، واول فيلم بالالوان اتعمل في مصر كان انا وهو، صباح الخير اسمه، كان انا وهو اول فيلم الوان كان. وطبعا موسيقاه لغايه دلوقتي عايشه يعني، والفضل لعيشه الاغاني بتاعته لسمير صبري يعني بيغني له غناها اغاني؟ لا كتير. بس هو طبعا طبعا عبقري هو محمد مهم فوزي. جدا كان، وانا وهو كنا دايما نضحك لما نمثل. في اسماعيل ياسين معاه معزه عايز يخش علينا في الاوضه مع المعزه كده، انا واستاذ محمد فوزي متنا من الضحك، فقعدنا عطلنا الشغل ما اعرفش قد ايه من كتر ما ضحكنا. وفايت اسماعيل تشك 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 ما اعرفش ايه. بعدين جه حلمي رفله الله يرحمه كان عظيم كمان، قال يا حبيبي الشوم عليكم اتنين حمير عمال تضحكوا. انا قال لي كده حمير، انا حماره وعيط فعلا. هتعيط وعيط زي حبيب قلبي عادل امام يا حياتي اللي بحبه الراجل ده يعني خرافه. عادل امام يعني طبعا في العصر ده حبيب الله يديله تحبيه العمر يعني. ويضحكك عادل امام يعني من بحبه الناس جدا جدا. هو نجم كوميدي وتراجيدي وكل حاجه الحقيقه. وفت في كل حاجه عبقري. فت مره حضرته في المسرحيه هنا لاول مره في حياته بيقف بيرحب بحد في وسط المسرحية. في وسط المسرحية. الله، يا لمسة حياتي جميلة الحقيقة. جميل هو كان يعني، أنا بحبه أوي. كنت حضرتك بتحضري البريميرة لأفلامك؟ كان في عرف إنك إن النجوم يحضروا البريميرة، ويمكن ده بيحصل دلوقتي مجددا يعني، مظبوط. لكن ليك ذكريات معينة تفتكريها؟ يعني في وقع مرة حضرتك يعني كنت قلتيها طبعا ما أقدرش أمشي من الجمهور من كتر يعني، زحمة من الناس كتر عليك. زحمة الناس وكده وتقديرهم ليه. العراق ربنا يرجع لهم بلدهم، رحت احضر القلب له واحد هناك، كنت لسه انا صغيره، كان ناجح جدا، وكنت بدي غني لخال الملك حفله، فرحت هناك اني اقدر امشي من الناس ولا يمكن. ورحت الحفله والعالم مهما اوصف لك يعني شالوا المسدسات اللجنه عشان بقى يبعدوا الناس ما بيعدوش، وقفوا لي الشارع تاني يوم من الساعة 2 عشان أعمل حفل. الله الله، بيحبوا الفنان قوي. شفت ماجد وعز في بغداد؟ ما شفتوش في حياتي. يا سلام. والله في بيحبوا الفنان بغداد. جدا. ويعملوا يافطات ويمشوا بيها، نبغى صباح ما نبغى صمون يعني، عايزين صباح مش عايزين خبز، العيش مش عايز صمون، عيش يعني. ايوه يعني صباح اهم من الاكل حتى. ده المعنى. الله، كانوا يا رب نرجع نغني لهم ان شاء الله يا ان رب شاء الله ويعدوا من باذن الازمه اللي الله، هم فيها على خير يا ونغني رب. لفلسطين كمان يا رب. ان شاء الله يا رب باذن الله. حضرتك كنت قلتي مره، وانا كنت بتفرج على نفسي في بريمير الفيلم من افلامي، في وسط زحمه الناس كعب جزمتي اتكسر. ايوه مش كده، حصلت لك وقعه زي دي؟ حصلت لي مره وروحتي كده وروحت وفجاه ما كده. لقيتيش ومره حصل لي كمان، كنت عامله فيلم مع المخرج سيد زياد، ف خرجنا بره، ركبت انا وابويا تاكسي ومشينا بعد العرض عرفت ازاي. فيظهر بنفس الليله حصل جريمه، اتنين راكبين تاكسي فتهموني انا وابويا بالجريمه دي،
واخدونا وحققوا معانا وانا صغيره ابكي على جبس امي يا ماما انا السجن ما اعرفش ايه. امي تقول لي انت عملتي جريمه يعني روقي خليني. حصل تحقيق طلع طبعا مش انا وابويا، اتنين كانوا تشبهوا فيه. ده حسد، بتتحسدي انا مش بقى، عارفه. بتتحسدي، بتؤمني بالحسد؟ انا والله اخيرا يعني مش من زمان هو بشوف. مذكور في القرآن، لكن حضرتك في دماغك لا الحسد في يعني دماغي في حسد. من النوع في حضرتك اللي عين. بتتحسدي يعني، فبيحصل لك حاجات بتبقى اكيد من العين. مش عارفه يعني ابقى مثلا لابسه فستان يقع عليه حاجه، مثلا اكل، مثلا اتعب، امشي اقع، يعني حاجات كده. ما انا مش لازم اعرف ازاي، ما فيش مفيش سبب مش سبب. سبحان الله. يعني. اتكلم عن الاغاني لما الجميله، مثلا كتفي، اتفضلي. لما عملت كتفي كلهم يقولوا، طلعت انا في ستار اكاديمي تاني يوم بعد ما عملت كتفي وغنيت وكده، الناس كلها ما شاء الله ايه ده، ازاي كده كتفها، وازاي بتغني، وازاي ما اعرفش كمان ايه، كمان كمان وقعت تاني، مش وقعت تاني، اتفكت المسامير اللي جوه. خبرتك. يعني بعد ما طلعت وانتي قال لك هي طالعه على الشاشه وهي شفتي؟ متجبسه في ايدها، ايوه. فرجعت ايدك وجعتك تاني. الحسد يعني الحسد ما اعرفش هي سخافه ولا مظبوط، مش عارف، لا طبعا لكن حقيقه البني ادم مش عارفه بيصدق. صح. ايه الحكمه اللي حضرتك بتؤمني بيها؟ حكمه بتؤمني بيها او اللي ماشيه اتقي بيها؟ شر من احسنت اليه، واضحك تضحك لك الدنيا. طب نتكلم في الاولانيه، حضرتك جربتيها اكيد، ما دام دي الحكمه اللي بتؤمني بيها، يبقى اكيد نتيجه مواقف معينه حصلت لك في حياتك احسنتي للناس وحسيتي ان لكل هم الناس ما شفتش حاجة كويسة، لكل الناس مشيت حياتي كلها سكاكين حواليا، يعني عملت زي الساحر عشان اخلص من السكاكين، شفت ازاي؟ فبس اتخطيتها ولغاية دلوقتي في يعني سكاكين مش زي الأول، يعني ها أخف شوية. ومع ذلك تستمري تحسني اليهم برضه. ما هو يقولوا بقيه الحكمه، اتقي شر من احسنت اليه بدوام الاحسان اليه، تفضلي تحسني عشان تفضلي العين متقيه عليك. شرهم. على طول، حتى ناس مثلا كانوا في حياتي مرتبطين سبتهم ورجعوا تاني ساعدتهم من بعد ما انا يعني كنت مطلقة منهم كده.